الشخصية، وهناك شخوص يمتلكون معاناة وكانوا يقودونها بأنفسهم سواء كان في منطقة سويسرا. الحقيقة هذا ما تقوم به بلدية الكريم هذا اليوم، وتكريم للأخوة الذين عملوا في الميدان خلال فترة الطوفان أو الفيضان أو ما يسمى بالإعصار أو الحقيقة ما حل بالمدينة في حينه، وهذا أمر واجب وتكريمي لهؤلاء الأخوة الذين بذلوا كل جهد ممكن سواء كانوا بمقدراتهم أو بشخوصهم من أجل يعني إنقاذ العديد من الأرواح في حينه وإنقاذ العديد أو الكم الأكبر من الأشياء المادية التي كاد الطوفان أو ما يقال به أو ما أشبه بالإعصار أن يخفف على المواطنين في حينه. وبالتالي هؤلاء الناس بالرغم من أنه هذا واجب وطني وواجب إنساني وواجب أخلاقي يتطلب من كل بني آدم قادر على توفيره أن يوفره، إلا أن هؤلاء الأخوة سواء كانوا من عاملين بالبلدية أو القطاع الخاص أو الأفراد القادرين في حينه والذين تواصلوا مع المركز الذي خصص من أجل الطوارئ في حينه، هؤلاء الناس كان لابد من وقفة البلدية تكريما لهم ولدورهم البناء ودورهم الوطني والأخلاقي والإنساني والذي تعدى الواجب العملي الذي يقومون به إلى واجب إنساني وأخلاقي ووطني في هذا الشأن. هذا النوع من التكريم اللي قامت فيه بلدية الكرم يعني، وحقيقة يعني كل مواطن في مدينة الكرم قام بواجبه على النحو اللي في إطار الموجة الأمطار اللي اجتاحت مدينة الكرم، وإحنا قمنا بهذا الواجب يعني بندافع انتماء لهي البلد، وإحنا كل سنة بنشارك في معداتنا بمتطوعين لمشاركة في أعمال الشتاء وأعمال الطوارئ في بلدية طول كرم. طبعا إحنا نشكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في بلدية طول كرم على هذه اللفتة الكريمة، ومن عاهد أهلنا في طول كرم والضواحي والمخيمات على أن نكون دائما على العهد، وسنقوم على مدار الساعة بخدمتهم، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة اللي ساندونا واللي كان لهم دور كبير في التعاون معنا، ونتقدم أيضا بالشكر للدفاع المدني والشرطة وإلكم أيضا تلفزيون الفجر الجديد لأنكم دائما كنتوا تغطوا الحدث على مدار الساعة، وأتقدم أيضا بالتهاني لإخواني وزملائي موظفين البلدية الذي حصلوا على التكريم، وشكرا للجميع. هذا هو واجب، هو واجبنا جميعا، والبلدية مشكورة على هذا التكريم. الملاحظة اللي أنا حكيت فيها بالنسبة للبلدية فيما يخص موضوع استعمالات الأراضي، أنا يعني كنت بحب أنه أوصل رسالة للمواطن أن يعي معنى استعمالات الأراضي للحفاظ على البنية التحتية، للحفاظ على الشكل الجمالي، للحفاظ على المظهر، وعلى الحفاظ أو القدرة على التعامل مع الأزمات على اختلاف أشكالها. إحنا يجب أن نعي معنى المخطط الهيكلي، لأنه المخطط هو عبارة عن مجموعة من التفاصيل التي تحدد استعمالات الأراضي. الارتباط العسكري الفلسطيني، شرطة محافظة الكريمة، نقابة النقد العام زياد السالم سالم اللحام مواطن متطور، الأخ حكم أبو بكر متطور، وجه الكل
الأخ جاسر عبد الرازق. الأخ حمزة عواد سائق البلدية. نحن نجابه وكيل بلدية. الأخ عمار مامون الصباري. يعني تفاجئت ها؟ هذا اللي تفاجئت. احنا لازم نكرم اعضاء المجلس البلدي حقيقة.